طبيعة عملكم شنو؟ نعم آه يعني تقديم خدمات للزبائن، زبائن دوائر الدولة، موظفين دوائر الدولة، م. السلف المبالغ تتراوح بين الخمسة إلى خمسة وعشرين مليون آه حسب راتب الموظف يعني أكو ممكن يقدم على الخمس ملايين حسب راتبه إلى الخمسة وعشرين مليون الخمسة والعشرة طبعاً تكون بدون كفيل خمسة عشر مليون فما فوق لازم يقدم معاها كفيل يعني التسديد طبعاً يكون شهري يكون يدوي يعني مو الكتروني احنا التقديم عندنا اه هاي الخدمات اللي قدمها المصرف زين المواطن العادي يقدر يقترض من عندكم؟ حاليا احنا المتقاعدين ممكن انه يقدمون يعني طبعا حسب التخصيص التخصيص المتوفر الكفيل يعني هم نفس الموظف يعني اللي على الملاك الدائم المستمر نعم. الخمسه والعشره يكون بدون كفيل نعم. اكثر من هذا المبلغ لازم يقدم كفيل يعني وياها متقاعد يعني الراتب موطن مثلا على الرشيد او على الرافدين يعني, نعم. يعني يجيكم نعم. انتم اصلا تطلبوا من عنده حتى يقدم على السلفه يعني هو لازم اكيد لازم احنا يعني كفرع رافدين يعني احنا لازم يكون موطن على الرافدين يعني, يعني نعم. آه يقدم يعني يجيب يراجعنا ننطي استمارة يمليها من دائرة التقاعد يعني مع كفيل كتاب تأيد من دائرة الكفيل بدون كفيل فقط من دائرة التقاعد يعني تكون ومستمسكاته ماستر يتشيك انه مشمول بالسلف ما مشمول ما عليه التزامات يعني مالية اكو اجراءات طبعا يعني عندنا استعلام البنك المركزي اجراءات انه تكمل اجراءات المعامله الاصوليه بهذا بعد هذا الشيء احنا نباشر بالصرف. المقترضين السابقين نعم. الذين بحو يعني بحوزتهم اماناتكم الماليه، نعم. ما هو الاجراءات اللي تتخذوها ضد هؤلاء؟ نقدم طبعا يعني انذار نبعث للموظف أه نوجه للدائرة بحيث أنه لازم يراجع الموظف بعدين يصير بها الكفيل يعني الكفيل أو إذا هو المستلف نفسه يكون موظف يعني لازم أنه يراجع أه حتى بعدين يصير يعني استقطاع من الماستر بعدين يوقف الماستر كارت ماله يعني حجز الماستر يعني احنا نقول اه الى ان يوفي ما بذمته او الاقساط اللي مستحقه السداد التسهيلات اللي تقدموها شنو بالنسبه للمواطنين احنا طبعا يعني التعليمات الصادره هي بالسلف تكون مثبته على وحده اعلانات وعلى شاشات يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق يعني الفيسبوك والموقع الرئيسي هو المصرف الرافدين يراجعنا احنا ننطي التعليمات بحيث انه اشني الكتب اللي يقدمها الاوراق اللي وفرناها حتى نسهل امره يعني حتى لا يصير بها عذاب بالروحه والجايه يعني ما هو مقدار المبلغ المستقطع مثلا من 5 ملايين الى ال 25 مليون نعم السلف هي الاستقطاعات ماله حسب المبلغ السلفه اللي يستلمها هي قلنا السلف من 5 ملايين الى 25 مليون ال5 ملايين يعني الاستقطاع ماله 104 شهريا ال10 ملايين 208 ال15 مليون 312 العشرين 20 مليون 416 وعندنا ال25 مليون هي 521500 دينار هاي تكون على 60 قسط شهري خلال 5 سنوات طبعا الموظف لازم يكون فترة الخدمة اللي متبقى إلا يعني أنه بحيث تكفي فترة الاسترداد يعني ما يصير مثلا أنه سنتين للتقاعد أو ثلاث سنوات لازم عنده أنه خمس سنوات حتى لا يصير بها عرقلة في حال معاملة التقاعد يعني أو أنه يعني يصير بها تأخير لأن يعني لازم لأن يعني يكون عنده براءة ذمة من يكمل الدائرة يعني المعنية اللي هو يداوم بها راح يعني طالبه براءة ذمة في, في حال أنه هو يعني ما مستوفي للشروط او ما انه موفي السلفه احنا ما راح ننطي الذمه الا ان يسدد بالكامل